السلام عليكم، نرحب فيكم مع برنامج علماء مبدعون، وهذا البرنامج يهدف إلى توثيق سير علماء الأمة وكل من قدم إضافة أو جدد لهذا الدين في هذا الزمان. ولا شك حقيقة التوقف عند سير هؤلاء من أهل الفكر والثقافة والعلم فيها فائدة عظيمة، وكما قال أستاذنا الرافعي يقول: من لم يزدد على الدنيا شيء كان هو زائدا عليها. وهذه قضية مهمة، فلا بد لكل إنسان أن تكون له إضافة وأن تكون له بصمة. ونلتقي اليوم بالدكتور عبد الوهاب المسيري، وهو مفكر عربي وإسلامي وصاحب الموسوعة المشهورة والمعروفة وأكثر كتبه عن اليهودية والصهيونية. فنرحب فيك دكتور عبد الوهاب، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك، حياك الله. ودائما نحن في الحلقة الأولى من حديث الذكريات نريد أن نتعرف على بطاقة حضرتك الشخصية، فياريت لو تحدثنا عن تاريخ الميلاد والمجتمع والبيئة اللي نشأت فيها وكيف تربيت وأنت صغير. تفضل دكتور. يعني يمكن أنا أتحدث عن البيئات التي نشأت فيها. نعم. وقد كتبت كتاب بعنوان رحلتي الفكرية. نعم. وسميته سيرة غير ذاتية غير موضوعية. نعم. بمعنى أني حاولت أن أفسر وأقدم للشباب فكر ما قدمته من أفكار. نعم. لكن في ذات الوقت حاولت أن أعرفهم بكيفية تطور هذه الأفكار. ومن ثم تعرضت. نعم. لنشأتي وتعرضت للمؤثرات الفكرية. نعم. التي أثمرت ما أثمرت في نهاية الأمر. نعم. من الحقائق الأساسية أننا نشأت في مدينة دمنهور، وهي مدينة كانت تقف بين المدينة والقرية. نعم. بمعنى أنه تقف بين ما يسمى في علم الاجتماع الألماني الجيماينشافت. نعم. والجيسلشافت، المجتمع التعاقدي. والمجتمع الترحمي. نعم. المجتمعات التقليدية مجتمعات لا تعرف التعاقد. يعني مثلا في دمنهور حينما كنت طفل تقريبا كنا لا نتعامل بالنقود. نعم. كنت أذهب إلى الحلاق وأخبره أنني فلان. طيب. ابن فلان. نعم. فأحلق وأذهب إلى حالي وهو يحاسب والدي. نعم. في آخر العام يجتمع التجار والجميع ويصفوا الأمور. نعم. حتى كانت من الأشياء المضحكة التي كنا نتبادلها حينما يحلق أحدنا رأسه نقول له: الفرخة باضت ولا خبستم؟ بمعنى أنه هنا صدى للاقتصاد التبادلي. نعم. أنه كان يذهب الإنسان الحلاق ويعطيه بيضة أو يعطيه رغيف من الخبز مقابل هذه الخدمة اللي يقدمها. نعم. يعني. بمعنى. نعم. النقود. نعم. اللي هي أهم مصدر المصادر التعاقد. إذا معناته كان طبيعة الحياة حياة ريفية إن صح التعبير. وأنت صغير، لكن في أي سنة كان الميلاد دكتور؟ عام 1983 أكتوبر. نعم. 38 متأسف. نعم. في دمنهور. لكن إلى جانب ذلك في حقيقة طريفة جدا عن دمنهور. نعم. إنها كانت تعد من أكثر المدن تصنيعا في العالم بأسره بالنسبة لعدد السكان. نعم. بسبب وجود عدد كبير من المحالق. محالق القطن فيها. نعم. وأنا رغم أن أنا في أعيش في هذا الجو شبه الريفي، إلا أن والدي كان من التجار. نعم. فمثلا والدي كان من التجار، لكن والدتي كانت لا تنتمي لهذه التقاليد التجارية، فنشأت في أسرة. نعم. فيها والد ينتمي للمجتمع التعاقدي. نعم. وأم تنتمي إلى المجتمع الترحمي. نعم. ولذلك أنا دائما أقول أنني أقف في نفس الموقف الذي وقف فيه علماء الاجتماع الألمان من العالم. علماء الاجتماع الألمان يتميزون بأن ألمانيا كانت أقل البلاد الغربية تصنيعا. نعم. بسبب أن الوحدة الألمانية لم تتم إلا في القرن التاسع عشر. طيب. ومن ثم كانوا يقفون بين
الشكلين الاجتماعيين، مما جعل علم الاجتماع الألماني ثوري، أنه لم يقبل الرأسمالية ولم يقبل عمليات الحداثة بدون نقد، بل أنا نجد أن أحسن نقد للحداثة وللتصنيع هو نتاج علم الاجتماع الألماني. طيب الآن دكتور، لو رجعنا مرة أخرى إلى مرحلة الطفولة، وحضرتك الآن متميز لا شك في الثقافة والفكر والعلم، يعني هل كان لوالدك أو والدتك مثلا أثر في هذا الاتجاه، أم هناك كان شخص آخر أنت تأثرت فيه؟ طبعا كان أكبر الأثر في الواقع بكتشف كان لوالدتي وليس لوالدي. نعم. رغم أنه سبحان الله يعني أثناء إحنا ما كانوا لا يزال على قيد الحياة، كنت أتصور أنني أقرب إلى والدي مني إلى والدتي، لكن حينما أتأمل الآن في شخصيتي واتجاهاتي أجد أن أثر والدتي علي كان عميق لأكبر حد. وهل كانت هي متعلمة؟ يعني معنى كانت تجيد القراءة والكتابة وهكذا، لكنها لم تكن خريجة جامعات، لم يكن هذا معروف في جيلها بعد. إلى جانب بقى في شيء مهم، أنه رغم انتمائنا للطبقة البرجوازية إلا أن الطبقة البرجوازية الريفية غير الطبقة البرجوازية الحضرية. بمعنى الطبقة البرجوازية الحضرية دائما كان مثلا يرسلون أولادهم للمدارس الفرنسية، متعرضين أكثر للحضارة الغربية، يرتدون الأزياء الغربية. أما نحن في دمنهور، فرغم انتمائنا الطبقي البرجوازي إلا أن الثقافة كانت ثقافة عربية إسلامية. بمعنى أن والدتي كانت ترتدي اليشمك التركي، ومثلا كانت الأعمال التجارة تتوقف عند الصلاة، صلاة التراويح كان لها مكانتها. من الوقائع التي أذكرها في حياتي الفكرية قصة طريفة جدا عن ما دمنهور والتناقض بين التراحم والتعاقد. في المجتمع التقليدي التراحمي التنافس ليس مقبول، بما في ذلك في التجارة. مسألة الرزق من عند الله مسألة أساسية، أنه الجميع يجب أنه يتعايش، ولذلك الجري وراء الزبائن مسألة غير محبوبة على الإطلاق. ونفس الظاهرة كانت موجودة في العالم الغربي في أواخر العصور الوسطى، كان الجري وراء الزبائن لا يتم من خلال التجار اليهود فقط. أما التجار المسيحيون فكانوا ملتزمين بالقيم المسيحية، مثل حتى من خلال التجارة في الثمن العادل، المحبة وكذا. نفس الشيء كان في دمنهور، لكن والدي لأنه كان عقلية برجوازية متميزة قرر أنه يعقد أول أوكازيون. وبدأ للإعلان، فجميع التجار أحسوا أنه إن هذا فعل غير أخلاقي، لأنهم يعيشون داخل المنظومة التقليدية. وكانوا يقولون كيف يمكن للحج المسيري أن يفعل مثل هذا، لأنه فعلا الحج المسيري هو من أكبر التجار. ماذا يفعل التجار الصغار إذن؟ يعني القيمة الأخلاقية تعيش جنبا إلى جنب مع القيمة الاقتصادية. بينما في المجتمع التعاقدي لا، القيمة المطلقة والمرجعية النهائية اقتصادية. طيب الآن أخذنا يمكن فكرة عن الوالدة وأثرها حقيقة على شخصيتك، وبعدها طبعا بدأت مسيرة الحياة وتم الزواج، ويعني بعدها بدأ حقيقة مشوار الحياة الاجتماعية الخاصة فيك. وأذكر أن لك كلمة تقول أن حضرتك تزوجت يعني زوجتك الدكتورة هدى 3 مرات وأنتم على نفس الحياة الزوجية نفسها. طيب ما هو تفسير هذا يعني؟ نعم، أنا في الواقع بطرح هذا المفهوم. لأنه الحمد لله زواجي من الدكتورة يعني الآن عمره يقرب نصف قرن ما شاء الله، ولا يمكن للإنسان أن يظل كما هو عبر نصف قرن، يحدث تغيرات. فإن لم نتفاوض مرة أخرى بخصوص الشروط العلاقة أو نوعية العلاقة، بعتقد أنها إما أن تتجمد وبالتالي تفقد كل حيوية أو تذوى.
طيب. وينتهي الأمر بالطلاق. ففي حالتي أنا اكتشفت هذا من البداية. نعم. ففي كل مرحلة وصلوا أي علاقة إنسانية بتستند إلى بعض المقولات الكامنة التي قد لا يفصح عنها الإنسان. صح. لكنها هناك. فاكتشفت هذا وبالتالي مارسته بشكل واعي. نعم. إنه مثلا بعد أن حصلت أنا على الدكتوراه الوضع تغير. نعم. فعدنا التفاوض وتحدثنا بدون أن نتحدث بدأت الأمور. نعم. بعدين حينما حصلت هي على الدكتوراه. نعم. وأصبح لها وضع آخر. والآن بعد أن استقلت من الجامعة. نعم. وهكذا بعدين هي أيضا على وشك أن تستقيل من الجامعة. نعم. فحتى إذن تقصد مراحل الحياة المتنقلة هذه. نعم. يعني تستدعي أن الزوجين يجلسون مع بعض ويتفاوضون في المستقبل كيف يتعاملون مع بعض بشكل جديد. يعيدوا ترتيب العلاقة. بالضبط. بالضبط. لكن إلى جانب ذلك بقى في شيء مستمر وذكرته هنا ما أسميه لحظة الصفاء. نعم. وأنا أنصح كل الأزواج بهذا إنه لابد أن يتعلم الزوج والزوجة أن ينسلخ. نعم. عن الزمان حتى لمدة ربع ساعة. نعم. يعني أنا عبر حياتي دائما أتناول قدحا من القهوة مع زوجتي كل يوم. نعم. وإن كان هناك أطفال نبعدهم والجميع يعرف في المنزل. نعم. أن هذه هي لحظة الصفاء وبالتالي ونتحدث في كل شيء إلا مشاكل الدنيا. نعم. بحيث تعود العلاقة مرة. نعم. أخرى وأمارس نفس الشيء مع أصدقائي بالمناسبة. ممتاز ممتاز. بمعنى أنه. نعم. ضروري لحظة ننسلخ عن الزمان بحيث أن الإنسان يعيش إنسانيته الكاملة. نعم. لأنه العصر الحديث يفتت أو في الواقع إميرسون الكاتب الأمريكي قال أن العصر الحديث مؤامرة. نعم. على الإنسان وأنا أتفق معه في ذلك تماما. نعم. وحتى يمكن أن نتصدى لهذه المؤامرة ضروري. نعم. أن نستعيد الإنسانية المتكاملة. نعم. نعم. يعني مثلا أتعامل في المحل مع البائع كبائع وهو يتعامل معي كزبون. نعم. في عملية تفتيت للإنسانية. بالضبط. لكن أنا كعبد الوهاب المسيري الإنسان الذي يمكن أن يفتح قلبه للآخر لابد أن أستعيد هذا من أونة. نعم. الأخرى. طيب حقيقة الحوار معك ممتع جدا دكتور وولدنا حقيقة أن ننتقل إلى مؤلفاتك والكتب التي كتبتها وإن كان يعني سنقف معها وقفات في الحلقات القادمة لكن لو مختصر من كل كتاب نأخذ فكرة ولعل هذا الكتاب الأول تحدثت عنه في البداية رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر. ننتقل يمكن إلى بعض الكتب اللي حضرتك حقيقة ألفتها في اليهودية والصهيونية وهذا كتاب أمامي ريت لو تعطيني فكرة عنه الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ. لهذا الكتاب قصة وصدر لي كتاب. نعم. عام 1971 بعنوان نهاية التاريخ. نعم. يعني 16 عام قبل ظهور كتاب فوكوياما. نعم. ومع الأسف حينما عرض كتاب فوكوياما في العالم العربي. نعم. لم يتحدث أحد عن كتابي. رغم أن أنا تناولت نفس الفكرة وطبقتها تطبيق مختلف. نعم. ففوكوياما يرى أن نهاية التاريخ هو بداية السعادة. نعم. سيادة الرأسمالية الليبرالية الاقتصادية كما يسميها. نعم. وكما نسميها نحن الرأسمالية المتوحشة. والهيمنة الأمريكية أو هو قيادة أمريكا للعالم ونحن نقول. نعم. الهيمنة الأمريكية. أنا أرى في أو قلت في كتابي نهاية التاريخ. نعم. عام 1971 إن نهاية التاريخ بتعني نهاية التاريخ الإنساني المركب. نعم. وبداية التاريخ البسيط. نعم. اللي هو الرؤية الفاشية وطبقتها على الصهيونية. نعم. وعلى النازية. فقلت أن الصهيونية بتنهي. نعم. تاريخ العرب وبتنهي أيضا تاريخ اليهود. نعم. لأنها بترى أن وجود الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وهكذا هذا انحراف. نعم. عن التاريخ الحقيقي ومن ثم لابد من نقل اليهود إلى فلسطين. نعم. ونقل العرب خارجها. نعم. فهي رؤية نهاية التاريخ هذه تماما مثل ما فعل هتلر مع اليهود. في ألمانيا أنه. نعم. أنهى تاريخهم وقضى عليهم. نعم. ففكرة نهاية التاريخ فكرة فاشية. نعم. شمولية تتهدد الإنسان كظاهرة. نعم. مركبة
وأرى أن نهاية تاريخها في نهاية الأمر ترجمة للفلسفة المادية. نعم. الفلسفة المادية ترى الإنسان باعتباره كائنا طبيعيا ماديا، فنهاية التاريخ هي نهاية التاريخ الإنساني. نعم. وبداية التاريخ الطبيعي. جميل. حقيقة أمامي كذلك كتابين دكتور، الأول الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى، ولعل الكتاب الآخر اللي هو اليد الخفية، دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية. ممكن تعطينا فكرة عن هالكتابين مثلا؟ نعم، الصهيونية والعنف هي بجد أن الصهيونية والعنف هي نتاج مباشر لفكرة نهاية التاريخ. نعم. أنه التاريخ لا ينتهي بهذه البساطة وبهذه السهولة. نعم. فيقاوم الإنسان. الإنسان اليهودي في الغرب قد قاوم في البداية، لكنه في نهاية الأمر استسلم للحركة الصهيونية. نعم. وإن كان هناك مقاومة يهودية خفية مثل عدم الاكتراث بالصهيونية، التملص منها. نعم. لكن المقاومة العربية قوية وواضحة، فأمام هذه المقاومة لابد أن يلجأ المعتدي إلى العنف. نعم. وهذا ما فعله الصهاينة. نعم. ادعوا أن فلسطين أرض بلا شعب. حتى يحققوا هذه النبوءة عليهم أن يقتلوا هذا الشعب الموجود الذي يقولون أنه موجود عرضا. نعم. وأنه من المفروض ألا يكون موجود، بمعنى أن صيغة أرض بلا شعب هي صيغة إبادية تؤدي إلى العنف والإرهاب. نعم. طيب كذلك في كتاب آخر عنوانه الجماعات الوظيفية اليهودية، نموذج تفسيري جديد. أنا بعتقد أن ده من أهم كتبي على الإطلاق. نعم. أخذت مفهوم من مفاهيم علم الاجتماع الغربي اللي هي الجماعات الوسيطة وطورته إلى الجماعات الوظيفية. نعم. الجماعات الوظيفية هي جماعات يستوردها المجتمع من خارجه. نعم. أو يجندها من داخله ويوكل لها بوظيفة محددة، وتعرف هذه الجماعة في ضوء وظيفتها. نعم. وليس في ضوء إنسانيتها المتكاملة. نعم. ينتج عن ذلك أن أعضاء المجتمع يشعرون بالنفور من هؤلاء الناس لأنهم يدخلون معهم في علاقة تعاقدية. نعم. وليست علاقة رحمية. أنا أحضرتك هنا لتقوم بوظيفة محددة. نعم. وأنا أحتاج إليك بمقدار حاجتي لهذه الوظيفة، وحينما تؤدى الوظيفة سأستغنى عنك. نعم. نفس الشيء بالنسبة لعضو الجماعة الوظيفية، أشعر بالغربة. لأنه أعضاء الأغلبية يحتفظون بمسافة. نعم. كبيرة بينهم وبينه، وينتج عن هذا أشكال مختلفة من الشخصيات. المهم أخذت هذا المفهوم وطبقته على بعض الجماعات. فمثلا الصينيون في جنوب شرق آسيا. نعم. المماليك في العالم العربي، واليهود في الحضارة الغربية. نعم. اليهود في الحضارة الغربية كانوا جماعة وظيفية. نعم. يوكل لها في المجتمع التقليدي بالوظائف التعاقدية. نعم. مثل التجارة والربا وأشياء أخرى، وأن المسألة اليهودية في جوهرها هي مسألة اليهود. نعم. أو الجماعة الوظيفية التي فقدت وظيفتها. نعم. نعم. وأن الغرب كي يحل هذه المشكلة حلها بنفس الطريقة، وهي تصدير اليهود إلى فلسطين وإنشاء دولة وظيفية لهم، هو إعادة إنتاج لمفهوم الجماعة الوظيفية. نعم. إذا كانت مهمة اليهودي في الحضارة الغربية كانت التجارة والربا، فمهمته في الدولة الوظيفية هي القتال والاستيطان دفاعا. نعم. عن المصالح الغربية في المنطقة. ونظير ذلك إذا كان في الحضارة الغربية كانوا يعطونه مقابل مادي. نعم. فهنا يعطونه أيضا مقابل مادي، ويعطونه الدعم السياسي. نعم. والعسكري والاقتصادي. نعم. جميل. طيب في رسائل صغيرة أمامي دكتور، يعني الأولى اليهود في عقل هؤلاء، والثانية الأكاذيب الصهيونية من بداية الاستيطان حتى انتفاضة الأقصى. ممكن تعطينا فكرة عن الرسالتين؟ اليهود في عقل هؤلاء، حاولت أن أخذ بعض الشخصيات. نعم. المهمة مثل جارودي وكمال حمدان. وبعض الشخصيات في الحضارة الغربية مثل هايني. وكيف ينظرون إلى اليهود، بل وأيضا ذكرت كيف ينظر الصهاينة إلى اليهود. وبينت أن المسألة متباينة، وشرحت أفكار جارودي الأساسية.
وأفكار جمال حمدان، نعم، ورؤية شاعر مثل هايني وهكذا. نعم، لعل يمكن المشروع اللي يعني اشتهر كثيرا هو مشروع الموسوعة، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، وأنا أعتقد يعني هذه استغرقت منك وقت طويل واستنزفت أموال كثيرة كذلك، فودنا تعطينا فكرة دكتور، يعني كيف فكرت في هالموسوعة وكم استغرقت منك وقت؟ تفضل دكتور. أنا كنت أصدرت موسوعة من مجلد واحد عام 1975، نعم، تسمى موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية، نعم، رؤية نقدية. طيب، عظيم. عام 76 قررت، نعم، تحديث هذه الموسوعة، وكنت متصور أنها ستكلفني حوالي 10,000 جنيه جنيها مصريا، نعم، أي حوالي 2000 دولار، وحتى تقدمت لبعض الهيئات لمساعدتي. استغرقت المسألة ربع قرن، نعم، وكلفتني 500,000 دولار. ما شاء الله. نعم، لكن إيش الهدف من هذه الموسوعة؟ يعني هو تحدد أثناء العمل، نعم، إنه وجدت إن إحنا العرب في رؤيتنا للصهاينة ننتقد دون أن نؤسس، نعم، وإن ده موقفنا من الغرب. فقررت أن تكون، أن تنتقل من كونها موسوعة نقدية تفكيكية كما هو الحال في موسوعة 75 أن تكون موسوعة، نعم، تأسيسية. وسأضرب مثلا، نعم، مثل الصهاينة دائما يتحدثون عن الدياسبرا والمنفأ، نعم، والشتات والجالوت وهكذا، كلها تعني أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم مشتتون، بما يعني أن فلسطين هي المركز. نعم، لكننا لو درسنا سنجد أن المسألة ليست كذلك. ففي الموضوع النقدية أبين أن هذه ليست حقيقة، وأتي، نعم، بالإحصائيات. نعم، لكن طب ما هو البديل؟ هذا ما فعلته في فسميته انتشار اليهود، نعم، بحيث أن فلسطين ليست المركز كما يقولون. نعم، ونفس الشيء بالنسبة لمثلا اليهود، كلمة يهود على إطلاقها بتعني أنه في وحدة يهودية عبر التاريخ، نعم، لكن لو نظرنا لتاريخ أعضاء الجماعات اليهودية أو تواريخهم والوضعهم الحالي نجد أن لا توجد وحدة، نعم، وأن هذا زعم صهيوني. ومن ثم أسقطت كلمة يهود، نعم، وأتحدث الآن عن الجماعات اليهودية، نعم، فهذا هو التأسيس. والتأسيس عادة يأخذ وقتا أطول بكثير، نعم، من النقد، نعم، والتفكيك. نعم، هو أنا قاعد أشوف حضرتك يعني ألفت عدة مؤلفات، ومنها يعني شغلت من وقتك 25 سنة من أجل هذه الموسوعة، وكلها تحت إطار هذه المؤلفات اليهودية والصهيونية. نعم، يعني هل في سبب معين دكتور لتوجهك هذا نحو التأليف عن اليهودية والصهيونية؟ يعني في أحداث، يعني لا تنسى أننا ذهبت الولايات المتحدة عام 63، نعم، وفي الواقع أنا ذهبت وأنا في ذهني عدم اكتراث بالصهيونية، نعم، متصور أن الصهيونية دي من اختلاق الإعلام العربي، لأنهم كانوا يتحدثون عن إسرائيل المزعومة، نعم، فإن كانت إسرائيل مزعومة فلما هذا التهييج؟ وإن كان الفلسطينيون مجرد لاجئين، نعم، فلما لا تحل المشكلة بشكل إنساني؟ نعم، وكان عددهم إيه، 1.5 مليون. لكن حينما ذهبت الولايات المتحدة اكتشفت أن إسرائيل ليست مزعومة، وأن المشكلة الفلسطينيين ليست مشكلة إنسانية وإنما مشكلة استراتيجية سياسية. نعم، فشعرت بضرورة دراسة الوضع بشكل مختلف، خاصة وأنه بالتدريج اكتشفت مدى عنصرية إسرائيل، اكتشفت مدى تحيز الغرب. الغرب يتحدث عن فصل الدين عن الدولة، لكن كيف تؤيدون إسرائيل لأنها دولة يهودية؟ نعم، تناقض طبعا، تناقض. كل هذا جعلني أدرس القضية وأتخلى بالتدريج عن تخصصي الأساسي، وهو، نعم، أنني كنت أستاذ شعر إنجليزي، نعم، في القرن 19، إنجليزي وأمريكي، نعم، وكان طموحي أن أكون ناقدا أدبيا لكن لم يحدث.
نعم. هذا وتوجهت هذا التوجه إذن في التأليف حول الصهيونية واليهودية والانشغال حقيقة في هذه الدائرة. نعم. وما زلت إلى الآن أتصور في مشاريع في ذهنك دكتور تحت التأسيس كذلك في نفس هذا الخط؟ لا الحمد لله المسائل أصبحت أكثر اتساعا. نعم. إلى جانب طبعا موسوعة عن إسرائيل يساعدني فيها عدد كبير من الباحثين. هذه ما زالت تحت نعم. التنفيذ الآن. نعم. نعم. هناك مشروع النظري الأكبر ما أسميه موسوعة العلمانية الشاملة، وهي موسوعة من 4 مجلدات. المجلد الأول عبارة عن المفردات والمصطلحات. نعم. المجلد الثاني عبارة عن دراسة في الحلولية ووحدة الوجود. نعم. لأن أنا أرى أن جوهر الكفر هو وحدة الوجود. نعم. لأنه الفكر الإسلامي يستند إلى رؤية أن الله متجاوز. نعم. مفارق منزه عن العالمين، وأنه مهما حاولنا أن احنا ننفذ تعاليم الله فإنه في نهاية الأمر الله لا يتجسد. نعم. لا يتجسد في الإنسان ولا يتجسد في التاريخ. نعم. طيب موسوعة إسرائيل ذكرتها منذ قليل، متى تتوقع صدورها مثلا؟ في خلال عام إن شاء الله. من الآن؟ نعم، نعم. وموسوعة العلمانية هذه؟ الموسوعة العلمانية الشاملة لها قصة، إن أنا كتبت معظمها منذ 5 أو 6 أعوام. نعم. لكن كدأبي أحاول أن أضيف وأحسن. نعم. لكني بجد إنه الحوارات الخاصة بالعلمانية في العالم العربي ليس لها أبعاد فلسفية حقيقية. نعم. ودخلت طريق غير سليم. نعم. فكانت أول شيء حاولت أعمله أنه في كتاب اسمه العلمانية تحت المجهر. نعم. وهذا موجود. نعم. نعم. هو حوار مع الدكتور عزيز العزمان، وهو من أهم نعم. المفكرين العلمانيين أو منظري نعم. العلمانية في العالم العربي. نعم. فلخصت أطروحتي، لكني قررت أن أصدر كما قلت أن موسوعة العلمانية الشاملة من 4 مجلدات. نعم. المجلد الأهم وهو المجلد الذي يتناول العلمانية الشاملة قررت نشره على أن تكتمل الموسوعة ربما في العام القادم بإذن نعم. الله. طيب دكتور، الآن عملك في هذه الموسوعات وتقريبا تكون قد تخصصت في هذا الخط وبدأت فيه، وخاصة في الأمور الفكرية، هل تعتقد أن مثل هذه الموسوعات يعني ستخدم الأمة في نهضتها وإعادة ريادتها وقيادتها، أم هو فقط يعني جهد توثيقي للمثقفين فقط؟ لا، أنا أعتقد أنه جهد توثيقي وجهد تفسيري. نعم. أساسا بمعنى أنه حاول تفسير الظواهر عصر الحديث وهكذا. ويعني أنا أرى أن الفكر النظري الدقيق نعم. مهم للغاية قبل الاندفاع في العمل. نعم. بالواقع إذا اندفعنا إلى العمل بدون مرجعية، بدون مرجعية، دون تحديد مصطلحات، فبيصبح جهد مبدد. نعم. وطائش وقد وتوجيهه صعب. نعم. يعني فلتتخيل مثلا الفلسطينيين ينتفضون دون أن يعرفوا مواطن الضعف في الكيان الصهيوني. بعتقد أنه ممكن في الحالة دي كثير من التضحيات التي تبذل تصبح لا معنى لها. نعم. أما الآن أعتقد أن عندهم ذكاء ومعرفة كافية بالمجتمع الإسرائيلي، بالمستوطنات أين هي. نعم. كيفية الهجوم على المستوطنات، حجم الهجوم الذي يؤثر فيهم، بمعنى أنه المعرفة قبل العمل مسألة أساسية. نعم. طيب تعطينا فكرة كذلك دكتور عن هذا الكتاب الفردوس الأرضي، دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية الحديثة. نعم. هذا الكتاب بيطرح فكرة ممثلة لفكرة نهاية التاريخ. نعم. إذا كان نهاية التاريخ بتعني نهاية التاريخ الإنساني والتركيب، فالفردوس الأرضي بيعني أن الإنسان يحاول أن يؤسس فردوس على الأرض. نعم. تتحقق فيه السعادة الكاملة. لكن أي دارس عنده معرفة بالفكر الإنساني نعم. يعرف تماما أن تأسيس الفردوس الأرضي مسألة مستحيلة. نعم. أنه في نهاية الأمر هذا مثل أعلى لا يمكن تحقيقه.
وبالتالي أنا أرى أنه الإنسان الأمريكي في حلمه بتأسيس الإنسان الفردوس الأرضي سينتهي به الأمر إلى الجحيم. نعم. وبعتقد أن 11 سبتمبر كان تحقيق لهذا، نعم. أنه الولايات المتحدة حست بالأمان أكثر من اللازم، حست أنها منعزلة عن العالم، شعرت أنها يمكن أن تهيمن بالطريقة التي تراها، فانتهى الأمر بالحريق في العام الماضي عام 2001 في سبتمبر. في الواقع سأعيد كتابة، لأنه صدر الكتاب عام 1979، سأعيد كتابته من المنظور الجديد. لكن أنا شايف قدامي كذلك، أمامي كتاب العالم من منظور غربي، هل هذا كذلك كتاب قديم؟ لا، هذا جديد. هذا جديد. نعم. هذا ما يعطي رؤية في المنظور الجديد تحدث عنه منذ قليل إلى حد كبير، لكن عايز هنا عن العالم الغربي ككل. نعم. وأنا أود تطبيق هو تطبيق هذا المنظور على الحالة الأمريكية بالذات. نعم. وحضرتك أيام ما كنت في أمريكا، يعني ذكرت في كتابك في السيرة الذاتية أن حصل معك يعني أكثر من مناظرة تلفزيونية هناك، فممكن تعطينا فكرة عن هذه المناظرة، ومع من، وما هي وما هو سببها؟ يعني من أهم المناظرات كان مع رئيس الدولة الصهيونية حييم هرتزوغ. نعم. هو كان في ذلك الوقت سفير الإسرائيل في هيئة الأمم. طيب. وكان أياميها العرب لا يوافقون على الحديث وجها لوجه مع الإسرائيليين. نعم. فكانت البرامج التلفزيونية تأخذ شكل نصف ساعة مع المناظر الإسرائيلي. نعم. ونصف ساعة مع المناظر العربي، وأحيانا كانوا يستخدموا الشاشات وهكذا حتى لا نجلس مع الإسرائيليين. فحييم هرتزوغ في مناظرة ما كان هو بيتحدث عن عام 77. نعم. أو 76. نعم. احتفالا بمرور 10 أعوام على هزيمة 67. طيب. طبعا هم الإسرائيليين، كان الإسرائيليون حريصون حريصين على الاحتفال بهذه المناسبة. نعم. وبحثوا عن أحد المتحدثين العرب، الجميع انكمش. نعم. ورفض، فقبلت أنا. نعم. ووضعت استراتيجية في ذهني. نعم. وهي أنه كلما كان يتحدث عن 67 كنت أنا أتحدث عن 73. نعم. وبالفعل ذهبنا وجاءوا بالمكتات للدبابات، وكان يقف هرزق بعصا ليشير باعتبار الجنرال سابق. أقول تحركت الدبابات من هنا، ثم يسألونني ما قولك؟ لا، يعني أنا لن ألعب هذه اللعبة، لأن دي أصبحت حقائق أكاديمية، لأنه حدث عبور عام 73 وهكذا. المهم، من خلال هذه الاستراتيجية بدأ الجميع يضحكون على هرتزوغ. نعم. وهو نفسه حس بالحرج، يعني أصبحت العصا في يده مسألة محرجة جدا. وكان برنامج ناجح جدا. طيب. دي يعني من ضمن من أهم البرامج، كان يوجد برامج كثيرة أخرى. نعم. لكن أتذكر هذا لأنه يعني استخدمت في بعض الحيل البلاغية. نعم. طيب دكتور، يعني لفت نظري كذلك في قراءة السيرة الذاتية أنه حضرتك ذكرت أكثر من مرة أنك كنت دائما تتساءل وتتنقل، وحتى في حياتك يعني دخلت أكثر من جماعة وأكثر من حزب، لكن وجدت في الأخير أنه الفكر الإسلامي أو الرؤية الإسلامية هي بالفعل الرؤية اللي حضرتك تتبناها، وترى أنه فيها علاج لكثير من المشكلات المعاصرة الموجودة اليوم. فممكن تعطينا فكرة حول هذه الحقبة من الحياة؟ يعني مع الأسف حينما كنت صبي في دمنهور بدأت الأسئلة الميتافيزيقية. نعم. تدور في خاطري. نعم. زي أصل الشر هكذا. ولم يكن هناك من حولي أحد قادر على إعطاء إجابة مركبة. نعم. يعني كان أستاذ العربية هو أيضا أستاذ الدين، فكانت ردوده ردود بسيطة. نعم. مما أدى إلى أن أنا تخليت عن الإيمان في سن مبكرة جدا، وذهبت إلى الجامعة وأنا يعني قد تخليت عن إيماني بالإسلام. نعم.
ثم بدأت المشاكل. يعني كنت أتصور أنه بالتخلي عن إيمان حلت كل المشاكل الفلسفية، لكن بدأت المشاكل. يعني أذكر جيدا مثلا أول مشكلة بدأت، لأنه لما تخليت عن الإسلام طبعا تبنيت النموذج المادي. نعم. فحينما قابلت السيدة حرامي يعني أحببتها. نعم. لكن رغم ذلك لم أدري هل أتزوجها أم لا. نعم. فذهبت لبعض أصدقائي من المركزيين وسألتهم يعني هل أتزوج هذه الفتاة أم لا. فيعني انشغلنا بالتحليل الطبقي، وكانت الرد إنها برجوازية فلا يمكن لإنسان مثلي يعني انضم للطبقة العاملة أن يتزوجها. لم أقتنع وذهبت إلى أمي، وأنا لم أستشر أمي بتاتا. نعم. عبر حياتي في أي شيء. فذهبت وسألتها هل أتزوج من هذه الفتاة، فكان ردها بسيط، قالت يعني ما معناه، هل يشعر قلبك بالبهجة حينما تراها؟ شعرت على الفور أن أثقال أيديولوجية سقطت. نعم. إن أنا مكبل بالأيديولوجيا. نعم. وأنه لا يصح أن الإنسان حجمه يضمر إلى هذه الدرجة. ودي كانت أول مرة يختل فيها بقى الإطار الأيديولوجي المادي. ثم بعد ذلك تتلت الأحداث. من أهم اللحظات في حياتي كان مولد ابنتي. نعم. حينما ولدت ابنتي شعرت بأن ده شيء رهيب. نعم. وأنه لا يمكن للنموذج المادي تفسير ما يحدث. يعني مثلا أنا زوجتي كنا طلبة مع بعض، شلة. طيب. كما نقول في مصر، نخرج نروح مع الأصدقاء للسينما نخرج. حينما جاءت ابنتي وجدت أنها ابتعدت عني تماما زوجتي، ودخلت في علاقة قوية مع الفتنة مع الشيء الصغير الذي وصل. وأنا أتأمل فلسفيا في كل شيء. نعم. يعني هل يمكن أن يكون مصدر هذا أنزيمات في يعني الإنسان؟ وبعدين أنا ارتباطي أيضا بها بعد ذلك، هل يمكن أنه يكون مصدره غدد؟ اللي وجدت أن النموذج المادي نعم. عاجز يعني. وبالتدريج بدأت أجد أن تركيبية الإنسان تتحدى القوانين المادية الحتمية. نعم. وفي نهاية الأمر وجدت أنه لا يمكن تفسير الإنسان إلا من خلال لا إله إلا الله. نعم. أن الإنسان ليس كائن مادي. وإذا ما توصلت إلى هذا فيصبح الإنسان التي تحاول المنظومات المادية استيعابه داخل المنظومة المادية يصبح هو ثغرة في العالم الطبيعي يشير إلى ما وراء الطبيعة، أي نعم. إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا دائما أقول، وهذا هو أسلوب الدعوي، أنا لا أنتقل من الله إلى الإنسان، وإنما أنتقل من الإنسان إلى الله. نعم. ويلاحظ في كتاباتي الإسلامية أنني من النادر أن أشير إلى القرآن والسنة إلا في إطار الحديث عن تركيبية الإنسان. نعم. لما؟ لأنه بجد أن هذه وسيلة أنجع في الحوار مع العلمانيين. العلمانيون يقولون أنهم يحاولون إنقاذ الإنسان من الدين. نعم. فإذا الأرضية التي يقفون عليها هي أرضية الإنسان. إنسان. فالأقف نعم. على أرضية الإنسان وبين لهم أن العلمانية المادية تؤدي إلى تقويض الإنسان. نعم. وإلى نفيه. نعم. وأن في نهاية الأمر استخدمنا مصطلحهم أن الله إذا أعلنوا موت الله فهم يعلنون موت الإنسان أيضا. نعم. لأنه إن مات الله الإنسان يصبح كائن طبيعي لا يختلف عن القردة أو عن اليرقات أو الحشرات. نعم. هو حقيقة ما شاء الله الحوار معك جميل جدا دكتور، وأمامي كذلك كتاب أحب أسمع منك قصته، وهي فلسطينية كانت ولم تزل، والموضوعات الكامنة المتواترة في شعر المقاومة الفلسطينية. ممكن تعطينا فكرة عن هذا الكتاب دكتور؟ الكتاب ده له قصة، أنه كان أصدرت في الولايات المتحدة كتابين. نعم. مزدوجي اللغة عربي إنجليزي، شعر المقاومة الفلسطينية، ورسم الفنان الفلسطيني كمال بلاطة رسمات. نعم. كل من الكتابين. فوجدت أنه من الممكن إصدار طبعة عربية فاخرة بكل الرسومات. نعم. إلى جانب دراستي النقدية. إلى جانب الـ الـ الصور. نعم. وهذا الكتاب طبعته على نفقتي على أن يكون
الريع يذهب إلى الانتفاضة، ولذلك أقوم لا يوزع تجاريا. نعم نعم. أعطيه لبعض الجهات المستعدة لبيعه لصالح الانتفاضة. نعم ماشي. طيب دكتور، في كتابين باللغة الإنجليزية لحضرتك، الأول أرض الوعد والثاني إسرائيل والجنوب أفريقيا، فممكن تعطينا فكرة ولماذا هم باللغة الإنجليزية؟ يعني هل في هدف معين من ذلك؟ نعم، ألفتهما حينما كنت أعمل مستشار ثقافي. نعم. في الولايات المتحدة، الوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم. نعم. اكتشفت أنه كل ما كتب عن الصهيونية كتب بالإنجليزية كتبه صهاينة. نعم. أو كتب من وجهة نظر الصهيونية. فأردت أن أوفر للدارس الأمريكي كتاب علمي عن الصهيونية. نعم. وبالفعل قرر كتاب أرض الوعد في عديد من الجامعات الأمريكية. نعم. أما إسرائيل وجنوب أفريقيا فقد ألف، لأنه شعرت أن القوى الثورية في الولايات المتحدة بعد فيتنام كانت تبحث عن قضية. نعم. فوجدت أنه قضية علاقة إسرائيل بجنوب أفريقيا، خاصة وأنه كان بدأ التهييج ضد جنوب أفريقيا، قد تخدم القضية العربية أيضا وقد كان. نعم. هو بالمناسبة يعني كثرة مؤلفاتك عن اليهودية والصهيونية، سمعنا ولا نعرف إذا مدى صحة هذا الخبر، إذا يعني هل جاءتك مثلا رسائل تهديد قبل صدور الموسوعة مثلا اللي نعم. اشتغلت فيها؟ أنا ذكرت أن عقدت اجتماع عام 80 نعم. بكثير من الباحثين في منزلي. بعد ذلك بعام واحد جاءني 13 خطابات من مأير كهانة تهددني بالقتل. نعم. وأحد المساعدين الدكتور محمد هشام. نعم. ووضعت تحت الحراسة بعض الوقت، لأنه الصحف الإسرائيلية نفسها احتجت على ذلك. لأنه قالت الكهانة أنه لو بدأ يمد يده على المثقفين المصريين فإن هذا يهدد السواح الإسرائيليين للخطر وهكذا. نعم. وجدت أنه في عبر خط أحمر هنا. نعم. طيب دكتور، يعني الواحد يستغرب أحيانا لما يشوف مؤلفاتك في الفكر والثقافة واليهودية والصهيونية والانتفاضة الفلسطينية، وبعدين فجأة يعني نتعرف على مجموعة قصص للأطفال، يعني قصة خيالية جدا، ونور والذئب الشهير بالمكار، ما هي النهاية، سر اختفاء الذهب الشهير بالمحتار، وإلى آخره حقيقة. فقلنا نعرف يعني هل حضرتك لما ألفت للطفل هل في هدف معين؟ هل تجد نفسك أنك ممكن تكتب للطفل؟ نعم. يعني قصة هذه القصص يعني. أنا بجد أنه كي يبدأ الإنسان لابد أن يندهش دائما بما حوله. نعم. بمعنى أن الطفل داخل الإنسان يجب أن لا يموت، ويعني والحمد لله نجحت أنه هذا الطفل يستمر معي. نعم. في نفس الوقت أبجد أن عالم الأطفال عالم جميل ومركب. وأن الأطفال قادرون على استيعاب أي شيء. نعم. إلى جانب يوجد حقيقة، وهي أن أولادي نشأوا معي في الولايات المتحدة. وكان يوجد في الولايات المتحدة عروس جميلة اسمها رجدي آن، تشبه العرائس العرائس الفلاحين. نعم. من القطن، وجميلة ولا تزال عندي في غرفة نومي في الواقع. نعم. إلى أن ظهرت باربي. نعم. باربي عروسة لا علاقة لها بالطفولة، تتميز بالجاذبية الجنسية والاستهلاكية، كل ما هو سيء في الحداثة. نعم. فوجدت أنه حتى يمكن نحتفظ الأطفال ببراءتهم لابد أن أؤلف لهم عالم أسطوري مستقل. فابتدعت شخصية الجمل الظريف، وهو حيوان مرتبط بالحضارة العربية. نعم. والقصص، وهو بطل معظم كل هذه القصص. نعم. أولادي وحاولت أن أخلق لهم عالمهم الأسطوري. نعم. جميل جدا حقيقة. في كذلك يعني مجموعة كتب ثلاثة نأخذها باختصار، ولا شك أن الحلقة يعني ما راح تستوعب كل الكتب اللي ألفتها حضرتك، لكن هذا لعل نقلة أخرى، مختارات من الشعر الرومانتيكي الإنجليزي، وعندنا كذلك كتاب اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، وكتاب إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد محور علم النفس والتعليم والاتصال الجماهيري. تعطينا فكرة سريعة دكتور عن الكتاب الأخير من 7 مجلدات. نعم. بيتعاون مع إشكالية التحيز. نعم. وهي أنه النماذج والمصطلحات الغربية تحتوي على قدر كبير من التحيز، تماما مثل كلمة المنفى أو الشتات بتجعل فلسطين هي المركز. نعم. بينما الانتشار تجعل اليهود بشر عاديين ينتشرون في أرحاء الأرض. نعم. وبالنسبة للغة والمجاز ده مبحث جديد، حاولت أن أرى علاقة المجاز بالرؤية التوحيدية ورؤية الحلولية.
أما الشعر الرومانتيكي فأنا أستاذ شعر رومانتيكي نعم أساسا. وهذا ما تفضلت فيه في بداية الحلقة يعني. نعم نعم. طيب دكتور يعني نحن الآن يعني قاربنا على نهاية الحلقة، لا شك أنه في أشخاص حضرتك تأثرت فيهم من العلماء والمفكرين والمثقفين، سواء كانوا معاصرين أو كانوا من يعني ممن سلف قرأت لهم وتأثرت في شخصيتهم. نعم، يعني يوجد جمال حمدان، إسماعيل راجل فاروقي، يوجد أساتذة لم يكتبوا وأصدقاء لم يؤلفوا، رغم ذلك تركوا أعمق الأثر علي. فأستاذة الدكتورة نور الشريف رئيسة قسم اللغة الإنجليزية في الإسكندرية علمتني الكثير، الرؤية النقدية والحوار الجيد وهكذا. وفاقع كل الأساتذة يعني من ضمنهم الدكتور محمد مصطفى بدوي وهو أستاذ الآن في أكسفورد، والدكتور قدال والدكتور عز كرارة، جميعهم والدكتور منزلة وجميعهم ساهم في صياغة شخصيته. لذلك أنا في الموسوعة أميز بين المراجع والمرجعية، وجد أن المرجعية أهم من المراجع التي اقتبست منها، وأساتذتي هم من هذه المرجع. من الشخصيات النادرة في حياتي صديق يسمى محمد البسيوني، غير معروف على الإطلاق، وأعتقد أنه هو أستاذي الأكبر الذي هو فشل في الدراسة بسبب عبقريته الزائدة، يعني لم يحصل على شهادة جامعية حتى، رغم ذلك هو يعني معرفته وحسه شيء يفوق الوصف، وتعلمت منه الكثير الكثير، وأعتقد أنه بدونه ما كانش لم يكن ممكن أن أكون أنا يعني، وما عندي من أفكار. من الشخصيات التي أثرت في تماما كتابات علي عزت بيكوفيتش رئيس البوسنة، أثرت فيها فكريا، وحينما عرفت عن حياته الخاصة أيضا تأثرت به على هذا المستوى. هناك في الفكر الغربي الكثيرون، روجيه جارودي حينما كان ماركسيا تأثرت به، لأنه وجدت أنه رؤيته الماركسية فيها توجد فيها إنسانية عميقة جدا، ولذلك لم أندهش حينما تحول إلى الإسلام، لأن كان عنده مشاكل تماما مثل مشاكلي حينما كنت ماركسيا. يوجد بعض الشخصيات زي الناقد الأدبي إبرامز، هيولم، وهكذا، وهي أسماء يعني غير معروفة خارج التخصص الأدب الإنجليزي، لكنهم أثروا في فكريا بشكل عام. طبعا عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر من أهم مكونات فكري، والفكر الماركسي يعني الفكر الماركسي عمق من رؤيتي للتاريخ، وعمق من رؤيتي للصراع الطبقات. طبعا أنا لا أقبل الصراع الآن كسمة أساسية في الحياة، لكني أدرك أنه العدل الاجتماعي مسألة أساسية، وده لم أجد حل له إلا داخل الإسلام. ولذلك يعني كم كانت سعادتي حينما اكتشفت أن العدل هو القيمة القطب في الإسلام. نعم جميل. طيب دكتور في آخر دقيقة ماذا تريد أن تقول، ونحن نتحدث عن حديث الذكريات خلال مسيرة حياتك كلها، ماذا تحب أن تقول لكل المشاهدين في دقيقة واحدة؟ أن الإنسان يجب أن يدرك أن الإنسان ليس كائنا طبيعيا، وإنما هو كائن رباني، أننا داخلنا من الأسرار ومن الخصوصية ما يجعلنا بشر، وأننا تخلينا على هذا أصبحنا شيئا بين الأشياء، بمعنى أنه على الإنسان دائما أن يعتز بإنسانيته التي تعبر عن نفسها في هويته، في كرامته، في تصديه لكل الاتجاهات الحضارية التي تحاول القضاء على هذه الخصوصية وعلى هذه الإنسانية. عموما دكتور أنا شاكر لك على هذا اللقاء والحوار الشيق جدا والممتع معك، ونسأل الله عز وجل يعني متعنا ببقائك ويعطيك الصحة والعافية، ويكثر حقيقة من إنتاجك خاصة ضد اليهود والصهيونية وتعرية هؤلاء حقيقة لأمتنا الإسلامية. شكرا دكتور. شكرا. حياك الله.